ومراوغ في دخوله إلى البوابة رقم 3، وهنا مونسيو روكي في أول مشاركاته القادم من دولة قطر من مزاد الدوحة. هنا برنس بونير في دخول البوابة رقم 10 بانتظار أندي رويد ومايفر لاد. أندي رويد يأخذ موقعه في البوابة رقم 3 وبانتظار مايفر لاد دخوله في البوابة رقم 11. يستعد الجميع لانطلاقة الشوط السابع. إذا ينطلق الآن سيداتي وسادتي الشوط السابع، انطلاقة بطيئة للوري من البداية، إنما فورين دوبلمات هو اللي يتصدر السباق بفارق طول عن برنس بونير اللي يحتل المركز الثاني، وثم يأتي في المركز الثالث أيضا غريزي، بينما المركز الرابع يأتي أيضا لدينا هونس بوب. إذا لازال فورين دوبلمات هو اللي يتصدر السباق من البداية. هنا الدخول في المنعطف الأخير، ولا زال فورين دوبلمات هو اللي يتصدر السباق، ويأتي في المركز الثاني برنس بونير، وبيتر ماك يحتل المركز الثالث، بينما ميلفرلار يأتي في المركز الرابع. إذا فورين دوبلمات في آخر 400 متر هو اللي يتصدر السباق، وثم يأتي برنس بونير في المركز الثاني، بينما غريزي يبحث عن منفذ الخروج من الآن. إذا فورين دوبلمات مع الجنوب الأفريقي هو اللي يتصدر السباق حتى الآن، ويقترب من انتزاع الشوط السابع الشوط السابع من هذه الأمسية. إذا فورين دوبلمات وأيضا أندي رويد قادم بقوة. إذا فورين دوبلمات في المركز الأول من ينتزع صدارتي هذا الشوط، ويهدي أيضا عبد الحزيز الحادي الفوز الأول. فعلا فورين دوبلمات بقيادة روبرت كارثي ينتزع صدارة هذا الشوط، فعلا الفوز الأول بالنسبة لي المدرب خالد هلال اللي يشارك لي الموسم الأول له كمدرب. فعلا فورين دوبلمات في المركز الأول، أندي رويد في المركز الثاني. ننتظر نتيجة المراكز الأربع الأولى.